هذه بعد ما أن وضعناها في الزجاجة، والآن نبدأ بغرسها وتحويلها داخل النبتة. إذا خرجت بسلام خرجت بسلام، وإذا ما خرجت رحنا نبدي نكسر الزجاجة، حتى ولو نضطر أن نكسر الزجاجة. الآن تمت عملية التجذير، هاي كما تشاهدون، هاي الآن تم التجذير، هذا النبات اللي جذر وطلع من الأسفل. رحنا نحولها في مكانها اللي هو معد إلها، هذا المكان اللي معد إلها. شغلة عملية بسيطة، بس نقلب النبتة مثل ما شوفتكم إياها، نقلب الأوراق مالتها، تضع فيها داخل هذه الزجاجة، زجاجة العصير، هذا عصير الراني مال الزجاج، نخليها على أسفلها مي، بعدها نحولها ونزرعها داخل النبتات، وممكن أن نخليها نزين بها البيت داخل البيت. أخوكم فوزي من الرمادي، إعدادية الزراعة، إعدادية زراعة الرمادي، تحياتي لكم.